بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. ثم مثلت الصراط، وذلك قوله قول المصنف: والصراط حقا، ثم والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان موجودتان هكذا باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. نعم، والصراط حق، وهو جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يعبره أهل الجنة ويزل به أقدام أهل النار. هكذا صراط حق وهو جسر جسر ممدود أين على متن جهنم، هكذا ممدود على ظهر جهنم، يعني فوق جهنم هكذا مولون في عرل جهنم. أدق من الشعر كذلك أحد من السيف، له حدة، حدته أشد من السيف، يعني يقطع بالسرعة. ثم كذلك دقيق جدا من الشعر، يعبره أهل الجنة، يمشي عليه أهل الجنة كيف، يعني بدون آفة ولا زلة. ثم يكون هناك سرعة العبور مختلفة، وهنا يزل به أقدام أهل النار، يعني بعد زلتهم يسقطون في جهنم في النار. نعم هكذا، ويزل به أقدام أهل النار، هكذا ورد في الحديث. نعم، في وصف الصراط ورد هكذا حديث. وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه، هكذا يعني هم ذهبوا وراء الفلاسفة. وهنا الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر، ثم هذا ممكن ليس بمحال عقلا، لو أخبر فهو ثابت. نعم، لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ممكن بلا معارل فهو ثابت حقا، فهذا يعني ليس به محال، لا يمكن العبور عليه، هكذا قالوا. وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين، لو أمكن يعني العبور عليه تعذيب للمؤمنين، يعني هو حينما يعبر يخاف هل يسقط هل يسقط، هكذا يخاف، هذا تعذيب، هكذا قالوا. والجواب أن الله تعالى قادر على أن يمكن أن يمكن من العبور عليه ويسخله على المؤمنين، حتى إن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح الهابة، ومنهم كالجواد، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. لا يكون التعذيب على المؤمنين الصالحين، أما يكون على عساة المؤمنين بعد المشقة، فهذه المشقة تعتبر عقابا لمعصيتهم، هكذا. ثم هو يعبر ويجوز. نعم، الجواد، الجواد يعني الفرس الجواد، ثم مما ورد في الحديث. ثم هم قالوا ليس بممكن، هذا يعني عقولهم القاصرة لا يتصور عندها، نحن لسنا مسؤولين عنه، بل قصور عقلهم. يعني هناك هذا طيران الإنسان ليس بممكن عادة، بل بعد التدرب على الطير يمكن إنسان أن يطير، يكون هناك بعض الرياضات لو تدرب عليها يطير الإنسان. فكذلك يعني لو تدرب مثلا هذا أهل سمكرة، أولادهم يمشون على الحبل، حبل دقيق، ليس مثل هذه الدقة، بل هم يمشون، أولاد أهل سمكرة يمشون على الحبل، يعني يربط هكذا ثم يمشي عليه هكذا هكذا هكذا، يعني عجائب.
ثم والجنة حق والنار حق، لأن الآيات والأحاديث الواردة في شأنهما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى. وتمسك المنكرون، يعني هناك منكرون ينكرون الجنة والنار، تمسكوا بأن الجنة موصوفة بأن عرلها كعرل السماوات والأرض، يعني كما ورد في القرآن، فهذا في عالم العناصر محال، في عالم العناصر هذا محال. يعني هم يسألون أين هذه الجنة والنار، هل هما في عالم العناصر أو في عالم الأفلاك؟ لو كان في عالم العناصر فهو محال. لماذا محال؟ لأن ما كان عرله عرل السماوات والأرض لا يسعه عالم العناصر. عالم العناصر يعني ما تحت السماوات فقط. إذن هذا الجنة والنار عرلهما، يعني الجنة عرلها كعرل السماوات والأرض. فإذن ينبغي أن يسعها السماوات والأرض. عالم العناصر الأرض فقط، أو يعني ما تحت السماوات فقط، فإذا لا يسع. ثم لو كان في عالم الأفلاك، إدخال عالم في عالم، وفي عالم الأفلاك يكون إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه، في عالم أو عالم آخر خارج عنه، هذا احتمال ثالث. مستلزم لجواز الخرق والالتئام وهو باطل. إذن في عالم الأفلاك يعني لا يمكن إدخال عالم في عالم، هم يعني قرروا هكذا بدون دليل، رأيهم هكذا. ثم إدخال عالم في عالم، يعني هذا الجنة والنار عالمان أو عالم، وهو إدخال أين؟ في عالم الأفلاك، يعني عندهم عالم الأفلاك يعني عالم السماوات لا يدخل فيه شيء. لماذا؟ لا يمكن هناك الخرق والالتئام، بل ما يوجد في ذلك العالم من السماوات وما فيها وهو ثابت، لا يمكن إدخال شيء إليها ولا إخراج شيء منها، هكذا عندهم. لأجل ذلك هم قالوا محال. أو في عالم آخر، يعني ليس في عالم العناصر ولا في عالم الأفلاك، بل في عالم آخر خارج عنه، خارج عما عن عالم الأفلاك وعن عالم العناصر. هذا مستلزم لجواز الخرق والالتئام. لو كان هكذا فهو مستلزم، يستلزم لجواز الخرق والالتئام. يعني هنا أولا عالم العناصر، فوقه عالم الأفلاك، ينبغي أن يكون هذا العالم الثالث فوق عالم الأفلاك. إذن كيف يذهب إليه؟ بخرق عالم الأفلاك، ثم بعد الخرق يلتئم هذا العالم. يعني لو غاص رجل في الماء ماذا يكون؟ أولا يخرق الماء ثم يلتئم الماء، وهذا محال عندهم في عالم الأفلاك وهو باطل. لذلك أو قلنا هذا مبني على أصلكم الفاسد، وقد تكلمنا عليه في موضعه. عالم العناصر عالم الأفلاك ثم إدخال عالم في العالم، كذلك خرق امتناع الخرق والالتئام، كله أصلكم، هذا باطل. نعم. ثم مخلوقتان، وما حق مخلوقتان اللان، هذا خلاف عند العلماء. نعم. هل هما مخلوقتان أو سيخلقهما الله سبحانه وتعالى بعد قيام الساعة؟ لكن هما مخلوقتان اللان، هذا هو الراجح. موجودتان، موجودتان تأكيد وتكرير. أولا قال مخلوقتان معناه يعني موجودتان، تكرير وتوكيد. وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء. فإذا دليلنا ولنا قصة آدم عليه السلام وحواء رضي الله عنها وإسكانهما الجنة، الله تعالى أسكنهما الجنة. ولا كذلك لنا دليلا والآيات الظاهرة في إعدادهما، مثل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، هذا فعل ماض يجرى على ظاهره، فإذا تم إعدادها
وهما موجودتان مخلوقتان هكذا. إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر، ليس هناك مقتل لتعديل هذه الأفعال عن ظاهرها. نعم. فإن عورض بمثل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قلنا نعم هناك هذا وأمثالها يشير إلى أن الجنة والنار سيخلق، نعم سيخلقان. قلنا يحتمل الحال، يعني هذا القول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، نجعلها هذا نجعل يحتمل الحال والاستمرار، ولو سلم يعني لو سلم أنه للاستقبال ليس للحال والاستمرار، فقصة آدم عليه السلام تبقى سالمة للمعارض، قصة آدم عليه السلام تبقى بدون معارض، وهذا يوجد يعني المعارضة، يعني هنا احتمال الحال احتمال الاستقبال، فإذن هذا سقط الاستدلال به. قالوا: لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الجنة، أكل الجنة لقوله تعالى أكلها دائم، لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هكذا يستدل النافون والمنكرون، كل شيء هالك إلا وجهه. أكل الجنة ذكر في حقه أكلها دائم، فإذا تعارض لأجل التخليص من هذا التعارض قالوا هذا الجنة ستخلق، كذلك النار قلنا لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الجنة بعينه، أكلها دائما ما معناه يبقى هذا الأكل يعني الطعام بعينه بدون فساد ولا هلاك، ليس ذلك معناه، يعني هذا كل رجل يأكل كثيرا ثم يهلم يفسد هذا الطعام يهلك، من قال لا يهلك؟ ما معناه أكلها دائم ليس ذاك، بل معناه آخر، يعني لا ينقطع، لا يوجد هناك فقر إلى الأكل والطعام، بل يتوفر في جميع الأوقات أنواع من الأطعمة، هذا معناه، هذا التوفر الدائم. نعم. وإنما المراد بالدوام أنه إذا فني منه شيء جيء ببدله، رجل يأكل 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 يجاء ببدله يؤتى ببدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظة، على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي الخروج عن الانتفاع به، يكفي هذا الخروج عن الانتفاع به، هذا يكون معنى الهلاك، لا حاجة إلى الفناء، فناء يعني العدم الكلي لا يراد به هذا، بل الهلاك يعني مثلا ماذا يعني خلل في النظم يعبر عنه هلاك، أو يعني خراب يعبر عنه بالهلاك، هكذا نوع. ثم فيجوز ولو سلم فيجوز أن يكون المراد أن كل شيء ممكن فهو هالك في حد ذاته، بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم، يعني لو سلم أن معنى الدوام ما قالوا، فيجوز أن يكون المراد أن كل شيء ممكن، فإذا يكون التأويل في معنى في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني هالك ممكن هلاكه إلا وجهه في حد ذاته، هالك في حد ذاته بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم، فإذا ليس هناك يعني فساد ولا عدم ولا هلاك، بل هذا تعبير عن إمكان وجود غير ذاته تعالى، وكذلك تعبير عن وجوب ذاته تعالى، هذا هو. ثم باقي الثاني لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، الجنة والنار دائمتان لا يطرأ عليهما عدم، مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا، هكذا ذكر أكثر من مرة. أما ما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه،
فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، لا ينافي البقاء بهذا المعنى، يعني لا يطرأ عليهما عدم مستمر. هذا ذكرنا هناك قيد الاستمرار، عدم مستمر لا يطرأ عليه. فإذا لو يعني هلك لهلة فلا بس، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، على أنك لو عرفت قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء، هكذا هذا بينا سابقا. وذهبت الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ليس عليه شبهة فضلا عن حجة. نعم. فإذا هذان باقيان، أما بقاء الله سبحانه وتعالى ليس بهذا المعنى. الله تعالى أبدي وصفاته أبدية، الجنة والنار أبديان، أهلهم أبديون. فإذا في حقه تعالى وصفاته الأبدي على طريق الوجوب، وهذا بعد أن كان ممكنا، يعني الجنة والنار وأهلهما من الممكنات، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجعلهما وأهلهما مستمرين، ولا يفنيهما ولا يهلكهما ولا أهلهما، هذا معناه. نعم. ثم وهذا لا يقتضي يعني إمكانية التسلسل، أو يعني إمكانية غير متناهي، غير متناهي. هذا كل ما دخل في الوجود متناه من عمره، هذا هو الجواب، يعني كما ذكرنا في أسماء الأعداد. نعم. ثم بعده مسألة الكبيرة. نعم، سنقرأ فيما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.